سلام الله عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم. كشف البروفيسور عز الدين الإبراهيمي عضو اللجنة العلمية لكورونا أن إصابات المتحور الجديد أوميكرون في المغرب ستصل إلى 8000 إصابة خلال اليومين المقبلين بسبب السرعة المذهلة التي ينتشر بها الفيروس، مؤكدا أن الوضعية الوبائية بالمغرب باتت مقلقة. وأكد الأستاذ الإبراهيمي خلال استضافته ببرنامج بالقناة الأولى أنه رغم من الهيمنة التدريجية للمتحور أوميكرون الذي ينتشر بسرعة مقارنة مع متحور دلتا، لابد من الخروج من هذه الأزمة الوبائية في غضون الأسابيع الأربعة القادمة. وأضاف الأستاذ الإبراهيمي أن أوميكرون سينتج حالات الإنعاش، لكن خطورتها ستبقى أقل من خطورة المتحورات السابقة لكوفيد، مشيرا إلى أن جميع الدول حطمت أرقاما قياسية لانتشار أوميكرون، لكن الإصابات فيها لا تؤدي أكثر إلى دخول المستشفيات. وشدد الإبراهيمي على أن السلاح الوحيد للمغرب في مواجهة أوميكرون ليس سوى احترام الإجراءات الاحترازية والإسراء.